شاركت وزيرة الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة مادلين ألينغي في أعمال ملتقى التلفزيون الرقمي الذي استضافته مدينة بيجين الصينية في الفترة من 18 وحتى 26 من مايو المنصرم. وقد ألقت الوزيرة كلمة أشارت فيها إلى الانتقال الرقمي في المؤسسات الإعلامية بالبلاد. نتابع ترجمة كلمة الوزيرة بصوت الزميلة مريم عبد الرحيم أرضي. إن التنقل إلى الوطنية هي رؤية وتعهد إلى ترسيخ مبادئ الوحدة الوطنية والسعي إلى السلام والاستقرار، وهي رؤية لصاحب الفخامة إدريس ديبي إتنو لتلبية تطلعات كل التشاديين والتشاديات، كما أن هذه الرؤى ترسم لنا حقائق الصور المختلفة التي مرت بها البلاد. كما تعلمون أنه وبعد مرور 40 عاما من الحروب الأهلية، فإن تشاد قد تعهدت مع الشركاء الدوليين والإقليميين لمحاربة الإرهاب، تحديدا جماعات بوكو حرام وهجماتها بإقليم البحيرة والجهاديين في شمال مالي. أضف إلى ذلك دخول الفوج الكبير من اللاجئين داخل الأراضي التشادية الذين يبلغ تعدادهم حوالي 700 ألف لاجئ و 1030 نازح عائدا من ليبيا وقرابة 90 ألف نازح. وعليه فإن بلادنا تشاد تحتل المرتبة الثالثة على المستوى الإفريقي لاستقبال اللاجئين بعد كينيا وأثيوبيا. ومنذ عام 2015 هناك أزمة اقتصادية خانقة، خاصة هبوط أسعار النفط عالميا، وهو ما حمل البلاد على تحديث برامج للتطور. وعلى الرغم من كل هذه الصعوبات، فإن الحكومة لم تدخر جهدا في ضمان أجواء اقتصادية وثقافية واجتماعية للمواطنين. وعلى هذا الأساس جاء الاستقرار والأمن في البلاد، وبذلك قرر التشاديون والتشاديات على الاستجابة لهذه الرؤى.